ما فينا نسكت عن خطر كتير كبير عم بيهدد حياتنا بكسروان. نحن اليوم كأمات كسروان وكنساء كسروان في إنبلة موقوتة موجودة بمعمل الزوق الكهربائي اللي نحن نعرف أنه عم بيولد 51% من السرطان، ولكن في بعد شيء اليوم انتو يمكن عارفين فيه او يمكن مش عارفين. اذا مش عارفين انا احب احكيكم عنه. في مواد كتير خطرة موجودة بمعمل الزوق، هو نوع من النيترات اللي ممكن ينفجر، شبيه بالنيترات اللي كان موجود بمرفق بيروت. وانا في فيديو الي ب10/8/2020 اللي بيتابعني على السوشيال ميديا بيعرف انا كنت من ابناء المجتمع المدني الثورجي اللي دائما ينزل ويحكي ويصارع انه اعملوا معروف انتبهوا على هالامور. هيدا المواد جربوا يشيلوه الجيش اللبناني ويتلفوه بالجرد وقتها ب2020. رفضوا أهل الجرد أنه يتلفوه هونيك، رجعوه على الزوق وعملوا حواليه مثل نوع من الحماية، ولكن إنبلة موقوتة لأنه في هيدروجين حده. يعني إذا تسرب شوي من الهيدروجين وبوجود أكيد خزانات البترول والغاز، كل الشركات موجودة بلزق هيدا المعمل، بيصير في انفجار أكبر من انفجار مرفق بيروت. بتترمد كسروان على 45 كيلومتر. أنا من هالمنبر اليوم بدي حط إيدي بإيد كل مواطن كسرواني وكل مرة وأم كسروانية وكل مرشح على النيابة وكل نايب من كسروان الفتوح، وقل له هيدا الخطر كلنا ننسى الانتخابات النيابية، ننسيها لأنه يمكن نترمد قبل ما نوصل.